مشاهدينا دلوقتي خلينا نتابع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله الرابعه من الدوري الانجليزي والجوله الثالثه من الدوري الالماني. بالنسبه للاخبار اللي هتحصل النهارده، المجمعات الاستهلاكية هتقوم بصرف السلع التموينية المقررة عن شهر سبتمبر لأصحاب البطاقات التموينية بجانب استمرار صرف السلع المدعمة ضمن مقررات التموين مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين. والنهاردة هتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات سبتمبر من ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي. والنهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بالنص الكامل لموضوع الخطبة وعدم تجاوز الوقت المحدد ليها والمقدر مسبقا ب15 دقيقة. والنهاردة ولعشاق الدوري الإنجليزي موعدهم مع المباراة الافتتاحية للجولة الرابعة من عمر المسابقة، حيث يلتقي لوتنتون مع ويستهام الساعة 10 مساء. والنهارده ولعشاق الدوري الألماني موعدهم مع المباراة الافتتاحية للجولة الثالثة من عمر المسابقة، حيث يلتقي بروسيا دورتموند مع هايدنهايم الساعة 9:30 مساءً.